للحديث عن الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ الدكتور عائض القحطاني، بروفيسور جراحة السمنة والمناظير والمشرف على كرسي السمنة في كلية الطب بجامعة الملك سعود. دكتور عائض مساء الخير، أهلا بك معنا. لماذا هذه الدهون في منطقة الخصر والبطن هي أخطر على النساء منها عن الرجال؟ أولا مساء الخير وشكرا لكم، وإن شاء الله المشاهدين يستفيدوا من الفقرة. نعم، دهون البطن هي أخطر، وهذه معلومة معروفة لكل الأطباء اللي يمارسون السمنة أو يعالجون السمنة، لأنها تفرز مواد ضارة بالجسم. يعني إحنا نعرف تماما أنه أمراض القلب والسكر والضغط كلها يمكن تزيد من 4 مرات الى 10 مرات للناس اللي عندهم سمنه البطن او السنترال اوبيسيتي او المركزيه. وهذه الافرازات اللي تطلع منها، صرنا ننظر الى الدهون الموجوده في البطن على انها زي مثلا الغدد اللي تفرز مواد هرمونات واشياء في الجسم. فتجد ان هذه الدهون اصبحت مكان لافراز هذه المواد السامه او الضاره بالجسم، وتحول الجسم الى امراض، تنشئ السكر، تنشئ الضغط، تنشئ الامراض الاخرى. فهذا السبب انها اكثر خطوره من السمنه الاخرى اللي مثلا في الارداف او في الارجل او في اليدين او في ما ذلك. سمنه البطن هي الاخطر لا شك لهذه الاسباب. نعم، طيب دكتور، كيف يمكن التقليل من مخاطر هذه الدهون والتقليل من الدهون اصلا؟ بشكل عام للاسف احنا ننظر انه بيئتنا عامل كبير جدا، واحنا لما نتكلم على السمنه نلقي اللوم على الأشخاص. صحيح الأشخاص لهم دور كبير، ولكن أيضا للبيئة اللي احنا متعايشين فيها، بيئة البيت والأكل والناس اللي معاك، بيئة المدرسة والعمل والناس اللي أيضا اللي معاك، يعني فعلا بيعطوك جو دائم يدعو إلى الأكل الغير صحي والممارسة الغير صحية، بيئة المدرسة وما إلى ذلك، كل هذه البيئات. فإذا من أجل أن نلغي هذه الدهون أو نطفي عليها أو نقلل منها، لازم ممارسة صحية، أكل غذاء صحي وموزع على اليوم، سوي ممارسة رياضة، نحاول نجعل نمط الحياة الصحي جزء من حياتنا اليومية، لأنه مستحيل أني والله أروح النادي وأشترك يوميا وألتزم بهذا الاشتراك، أو مستحيل أني أعمل حمية وألتزم فيها ما لم تكن ممارسة يومية ومتقبلة للأشخاص لأن ينجحوا فيها. ولن يساعد على هذه الممارسة إلا تغيير البيئة والعمل على أشخاص يساعدوك للنجاح. نصيحتك دكتور لكل شخص، امرأة أو رجل في نهاية حديثنا، يعاني من السمنة في منطقة الخصر والبطن خاصة للنساء؟ خلينا أقول إذا واحد عنده 30 كيلو وزيادة سوي عملية وريح نفسك، لأنه فعلا مهما حاولت لن تنجح للأسف إلا كلها 10%. إذا والله عندك 10-15 كيلو، هناك خيارات متعددة، منها الحمية والرياضة كما ذكرنا، وفي خيارات أخرى قد تكون إيجابية زي مثلا البالون، كرمشة المعدة، الأشياء الأخرى، الأدوية الجديدة والإبر الجديدة قد تكون مساعدة. فابدأ بالحمية والرياضة ثم ألجأ إلى خيارات مع المتخصصين اللي ممكن يساعدوك. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من الرياض الأستاذ الدكتور عائض القحطاني، بروفيسور جراحة السمنة والمناظير والمشرف على كرسي السمنة في كلية الطب بجامعة الملك سعود.